كلمت شويه مع اصحابي بس وراجع تاني. بص انا راجع مش عايز اي حاجه. طب خد بالك من نفسك ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. وانت مين بالظبط؟ انت عارف كويس انا مين. اه ده ضد البكتيريا ملوش تأثير عليا. بقول لك ايه، اللي انت عملته في العالم ده ما يمشيش عليا. انا مش خايف منك. انا مش عايزك تخاف مني، بالعكس انا عايزك تحبني. بص حواليك، انا وحدت الناس كلها لاول مره في تاريخكم قدامه. ما بقاش في فرق بين اللي عنده سلطه والمكسور، كله صف واحد. انا خليت العيله تقرب من بعض، الاب بقى يشوف ولاده والجيران، مش بس بيسلموا على بعض، دول كمان بيغنوا مع بعض. وريت قد ايه البني ادم ضعيف، بان مهما وصل لعلم وقوه تيجي حاجه صغيره زي تهد كل اللي وصله. انا خليت الارض تتنفس من جديد بعد جشعكم واستهتاركم بالنعم اللي فيها. انا بس الحقيقه، والحقيقة دايما مر. بس انت معيش الكل في رعب وبتقتل في ناس ملهاش ذنب، كل ده عشان توري الحقيقة؟ ده اللي انا بستغربه من الانسان. مش كنتوا عمالين تشتكوا من الزحمة ولدرجة انكوا تدعوا ان يجي وباء يقوم بالواجب؟ بس اول ما اجي واعمل اللي بقالكوا كتير تطلبوه ابقى وحش. وحش وكلها فترة وقت اختفي واللي عندك اعمله. ياه ده انت قلبك ميت قوي. شكلك عايش لوحدك ومش فارقة معاك. طيب على العموم مش هعطلك، امشي. الشباب اللي زيك اللي بتغير العالم بايديها، ينفع تغيره وانت في البيت؟ اخرج انت عشان ادخل انا.